تمام كده حلوة. بسم الله باسم الشعب أفتتح الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. الاعتذارات. يعتذر السادة الأعضاء: السيد العضو شعبان لطفي، السيدة العضو فايزة صالح، السيد العضو مبارك الجبلاوي، السيدة العضو منال هلال، السيدة العضو هناء سرور. يعتذر هؤلاء عن عدم حضور جلسة اليوم. السادة الأعضاء، قامت الأمانة العامة بنشر مضابط الجلسات من 14 وحتى 24 ومن 33 إلى 35 إلكترونياً، فهل أحد من حضراتكم ملاحظات عليها؟ إذن يصدق المجلس على مضابط الجلسات من 14 وحتى 24 ومن 33 إلى 35. بتاريخ 3 من شهر يوليو الجاري صدر قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، متضمنا النص على تعيين سيادة النائبة الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي عضو المجلس نائبا لسيادة الدكتور وزير الصحة والسكان، وقد تقدمت سيادة النائبة باستقالتها من عضوية المجلس، وذلك لتعيينها في منصب نائب سيادة الدكتور وزير الصحة والسكان. وعملا بحكم الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، فقد أحلت الاستقالة إلى مكتب المجلس، وقد عقد مكتب المجلس اجتماعا انتهى فيه إلى قبول هذه الاستقالة. وتنص الفقرة الرابعة من المادة 391 من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي: وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية. والآن ليتلى نص الاستقالة. السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد. بداية أود أن أتقدم لسيادتكم بالعرفان والتقدير لما تبذلونه من جهد وتفان في قيادة المجلس الموقر في هذه المرحلة الدقيقة من مراحل العمل الوطني، وهي مسؤولية جسيمة أنتم أهل لها. وتعلمون سيادتكم أنني قد تم تعييني من قبل فخامة رئيس الجمهورية في المجلس الموقر في الفصل التشريعي الحالي 2021-2026. وقد حاولت أثناء هذه الفترة أن أقوم بواجبي الوطني دون أن أدخر جهداً أو وقتاً، وكان تركيزي أيضاً على ملف القضية السكانية وصحة المواطن المصري محل خبرتي واهتمامي، كونه من أولويات الدولة لبناء الإنسان والانطلاق للجمهورية الجديدة. وعليه فقد حظيت للمرة الثانية بثقة فخامة الرئيس بتعييني نائباً لوزير الصحة لشؤون السكان ورئيساً للمجلس القومي للسكان، ذلك الملف الأكثر أهمية لمستقبل مصر والذي يحتاج إلى كل التركيز والوقت والخبرة. وبناءً عليه فإنني أتقدم لسيادتكم باستقالتي من المجلس الموقر
متمنية لسيادتكم وأعضاء المجلس الموقر دوام التوفيق والسداد في كل مهامه الرقابية والتشريعية، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب. والآن تتفضل سيادة النائبة بالحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المستشار الجليل، أعضاء المجلس الموقر، لقد قضيت 4 سنوات في مدرسة السياسة في هذا المجلس الموقر، فتعلمت الكثير، وعدني المجلس للتشريف الثاني وتعيين نائب لمعالي وزير الصحة والسكان، وتكليفي بملف السكان وتنمية الأسرة، والذي هو بؤرة اهتمامي وخبرتي على مدار السنوات. وعليه فقد تقدمت باستقالتي لمجلسنا الموقر في الموعد المحدد حسب اللائحة الداخلية للمجلس، لأحمل مسؤولية الملف الدائم والهام وبؤرة اهتمام الدولة المصرية. وإنني إذ أتقدم بالشكر لمعاليك وهيئة المكتب ولجميع زملائي في مجلسنا الموقر في جميع اللجان، وأخص بالشكر أعضاء لجنة الشؤون الصحية بقيادة أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور أشرف حاتم، وخالص الشكر لزملائي وزملاتي النائبات، فقد كان الدعم الذي منحوه لي طيلة السنوات الأربع إضافة كبيرة لتطوير فلسفة العمل في هذا الملف. وإني إذ أراهن على الشعب المصري كله في تحقيق نجاح في هذا الملف والاصطفاف خلف القيادة السياسية لتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف الحيوي، فإنني أتقدم بخالص الدعاء والطلب من الله العلي القدير بالدعم والتوفيق، وشكرا لسيادتكم. شكرا سيادة النائبة. الآن الموافق من حضراتكم على قبول استقالة سيادتها يتفضل برفع يده. موافق. إذن أعلن موافقة المجلس على استقالة سيادة النائبة الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي، وأعلن خلو مكان السيدة النائبة المعينة بقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021. السادة الأعضاء، بجلسة ظهر يوم الاثنين الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، ألقى سيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بياناً عن برنامج الحكومة أمام المجلس، وقد شكلت لجنة خاصة إعمالاً لحكم المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس لدراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر. وقد أتمت اللجنة عملها وأعدت تقريراً تم نشره إلكترونياً. ويطلب سيادة المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حضور جلسة المجلس لكل من السادة المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول سيادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ أسامة سعد أمين عام مجلس الوزراء، الأستاذ حسام نبيل مساعد الأمين العام لشؤون مجلس النواب، الأستاذ هاني يونس المستشار الإعلامي لسيادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة عن برنامج الحكومة، فهل يأذن المجلس في ذلك؟
موافق. إذا ليتفضلوا بحضور الجلسة. الزميلات والزملاء نواب شعب مصر، إن مجلسكم الموقر على العهد دوما لم ولن يألو جهدا في سبيل القيام بمهامه الدستورية المنوطة به لخدمة هذا الوطن وتحقيق تطلعات مواطنيه، حيث واصلت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها خلال الأيام القليلة الماضية بكامل تشكيلها أغلبية ومعارضة. ذلك التشكيل الذي ضمن مزيدا من التنوع في الخبرات والتخصصات. واطلعت اللجنة بمهمتها النبيلة بجدية منقطعة النظير في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل البرلماني، حيث شهدت اجتماعاتها حضور السادة الوزراء ونوابهم، مما أتاح نقاشات معمقة حول كل تفاصيل البرنامج لضمان فهم شامل ودقيق لكل جوانبه. وقامت اللجنة بمراجعة برنامج الحكومة بدقة وتمعن، متخذة من الشفافية والإخلاص منهجا لها. السادة النواب، إن ما قامت به اللجنة يعد نموذجا يحتذى به في كيفية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولا يفوتني في هذا السياق أن أشيد بالتغطية الإعلامية المتميزة لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة من جميع الوسائل الإعلامية التي جاءت تغطيتها مثالية وشاملة لجميع أعمال اللجنة. فكل الشكر والتقدير لرجال الإعلام المصري الشرفاء. وختاماً، لا يسعني إلا أن أعبر عن بالغ تقديري وامتناني لأعضاء اللجنة الموقرين وللسادة الوزراء ونوابهم ولكل من ساهم في إنجاح هذا العمل القيم. وفقنا الله جميعا لما فيه خير مصر، مصرنا الحبيبة. والآن ليتفضل سيادة النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة ومقررها، بعرض التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، صدق الله العظيم. يشرفني باسمي
ونيابة عن السادة أعضاء اللجنة الخاصة أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ثقة المجلس في اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة برنامج حكومة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي ألقاه أمام المجلس في جلسته المعقودة يوم الاثنين 8 يوليو 2024، وذلك إعمالاً لنص المادة 146 من الدستور، وبناءً عليه وإعمالاً لأحكام المواد 52 و 82 و 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تم إقرار خطة عمل اللجنة لمناقشة برنامج الحكومة. تعقدت اللجنة 11 اجتماعاً على مدى 6 أيام متوالية خلال الفترة من يوم الأربعاء 10 يوليو وحتى يوم الاثنين 15 يوليو 2024، بإجمالي عدد ساعات تزيد على 60 ساعة عمل. وقد حضر أمام اللجنة 29 وزيراً ألقى كل منهم بياناً عن خطة وزارته طبقاً لبرنامج الحكومة أمام اللجنة، فضلاً عن حضور بعض السادة نواب الوزراء. وتقدم أعضاء اللجنة باستضاحات واستفسارات للسادة الوزراء ونوابهم بإجمالي 297 مداخلة، وأعطيت الفرصة للسادة الوزراء للتعقيب على ما ورد بهذه المداخلات بإجمالي 38 تعقيباً، فضلاً عن مداخلات المنصة التي وصلت إلى 56 مداخلة. وقد بني التقرير على مقدمة وثلاثة بنود على النحو التالي: أولاً، ألخص برنامج عمل الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات في الفترة من 2024 حتى 2027، تضمنت ملامح البرنامج ومحاوره الرئيسية. ثانياً، استعراض خطة عمل الوزارات في إطار برنامج الحكومة. ثالثاً، رأي اللجنة الخاصة وتوصياتها. وأكتفي هنا بعرض بعض التوصيات المهمة التي وردت بالتقرير. 1. تسمن اللجنة دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة. استم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة. 2. ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يسهم حال تنفيذه في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص عمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. 3. ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها، وهي التوافق مع الدستور، تحديد الأولويات الوطنية، وضع إطار زمني عام، توضيح مصادر التمويل، ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات. ترى اللجنة أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة، وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية. شهد التشكيل الوزاري دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحداث وإعادة إحياء وزارة الاستثمار مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبعيته لوزارة الصناعة. وترى اللجنة
أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي وتوفير الموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة. ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أولويات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة. ترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تعد عاملاً جوهرياً في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج، ومن بينها مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسؤولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية. ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة. ترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ترى اللجنة ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفقر. ترى اللجنة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية والتي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار. ترى اللجنة ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في مجالات الاستثمار المختلفة داخلياً وخارجياً، مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة. ترى اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة. ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضاً لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي المشروط وسبل التحول إذا ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي المشروط، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطاً وتنفيذاً دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وختاماً، فإن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية 2024-2027 قد جاء متضمناً للمحددات العامة لأي برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول. وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة السيد الدكتور مصطفى مدبولي على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمان أطر تنفيذ البرنامج. واللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري. وفي هذا المقام يشرف اللجنة الخاصة أن تتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
واللجنة استقدم تقريرها إلى المجلس الموقر وترجو الموافقة على ما انتهت إليه. شكراً. شكراً سيادة النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة ومقررها. السادة الأعضاء، إعمالاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب ولا سيما المادتين 122 و123 منها، وحرصاً على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من السادة الأعضاء للمشاركة في مناقشة التقرير، فقد تشاورت مع مكتب المجلس لوضع نظام للمناقشة والحديث في هذه الجلسة، وقد انتهى الرأي إلى إقرار القواعد الآتية: أولاً، منح الكلمة للسادة أعضاء الهيئات البرلمانية وفقاً للبيان المقدم إلينا من ممثل كل هيئة برلمانية، حيث سبق إخطار السادة ممثلي الهيئات البرلمانية بترشيح عدد من نواب هيئاتهم للحديث في الجلسة بنسبة 15% من إجمالي عدد أعضاء الهيئة البرلمانية بالإضافة إلى رئيسها. وتلقت الأمانة العامة للمجلس خطابات من ممثلي الهيئات البرلمانية بأسماء السادة النواب المتحدثين عن كل هيئة. هذه الخطابات جمعها أمامي، ولن يلتفت إلى أي طلبات فردية أخرى بخلاف الواردة من ممثلي الهيئات البرلمانية. ثانياً، تم فتح تسجيل الكلمة إلكترونياً للسادة النواب المستقلين، وقرر مكتب المجلس اختيار نسبة 20% من بينهم لإتاحة أكبر فرصة لهم في الحديث، وحرصاً على الاستماع إلى أفكار متنوعة. ثالثاً، مدة حديث أي من السادة الرؤساء اللجان النوعية والمسجلين بطلب الكلمة وممثلي الهيئات البرلمانية 3 دقائق، على أن تكون مدة الحديث لغيرهم 2 دقيقة فقط، رابعاً، يلتزم السادة النواب المتحدثون بالحديث في تقرير اللجنة الخاصة عن برنامج الحكومة بشكل موضوعي وعام، ولن يسمح نهائياً بالخروج عن قواعد الكلام المحددة والأعراف البرلمانية. خامساً، يتحدث جميع السادة النواب من أماكنهم، وذلك حرصاً على وقت المجلس ولإعطاء الفرصة لأكبر عدد من السادة النواب للاشتراك في مناقشة التقرير. فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟ موافقة. الآن نبدأ المناقشة. يتفضل سيادة النائب عبد الهادي القصبي بإلقاء كلمته. شكراً سيادة الرئيس. أما قبل فأنني أتقدم إلى كل السادة الوزراء السابقين الذين أدوا مهام أعمالهم بإخلاص وطنية بكل الشكر والتقدير. سيادة الرئيس، بجلسة المجلس المعقودة بتاريخ 3 يوليو 2024، تفضل دولة السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي بإلقاء بيان حول برنامج عمل الحكومة المصرية خلال 3 سنوات قادمة. وتفضلت سيادتك البرنامج إلى لجنة خاصة برئاسة معالي المستشار الجليل أحمد سعد.
وقد أجنى مهام أعمالها على أكمل وجه، 11 جلسة متتالية و70 ساعة تفضل فيها السادة الوزراء بعرض برامج أعمالهم، ثم تفضل السادة النواب بالمناقشة والمداخلة وبإضافة التوصيات، وقد تبين لهذه اللجنة الآتي: أولاً، أن هناك توجيهات للحكومة الجديدة واضحة وصريحة مضمونها الانحياز للمواطن المصري والتفاعل مع كل الأزمات التي يواجهها وإعلاء مصالحه، تفضل بإصدارها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثانياً، أن برنامج الحكومة جاء واضحاً واعياً سرياً في مكوناته، مدركاً للتحديات، ملبياً للاحتياجات، مبنياً على 4 محاور أساسية تحدثت 3 محاور منها عن بناء الاقتصاد والاستقرار السياسي، علقت عليها من أجل تحقيق التنمية، ومن أجل مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وهو أمر محمود. أما ما رصدته اللجنة بشأن محور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية في ظل تحديات وفي ظل حروب غير مسبوقة لن تشهد، على هذا المحور فأقدم أقدم تحية احترام وتقدير إلى السلطة التشريعية قيادة ونوابا، وقد استطعت سيادتكم إنشاء بنية تشريعية قوية سواء في الفصل التشريعي الأول أو في الفصل التشريعي الثاني لمساندة الدولة المصرية، وأؤكد أن السادة النواب على أتم الاستعداد لمواصلة العمل والجهد وإعطاء التشريعات التي من شأنها مساندة الدولة المصرية، وفي ذات الوقت وبنفس القوة سنستخدم كل الأدوات الرقابية لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومي ومتابعة أدائه خلال الفترات الزمنية المحددة. رابعاً، أقدم التهنئة إلى كل السادة الوزراء الذين حازوا بثقة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنياً لسيادتهم كل التوفيق والسداد، داعياً المولى عز وجل أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً. وأخيراً، باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أعلن موافقتي على برنامج عمل الحكومة. شكراً سيادة الرئيس.